انا ما بقدر استخدمها بالزراعة، فبقدر اسحب مثلا المواد الغذائية من دول تانية، يعني هذا بنسميه استيراد مواد مياه افتراضية. وفيني اشتغل على شيء تاني، انه اعمل تحلية للمياه واستخدمها، هي التحلية بمواضيع الغسيل. ممكن استخدم حصاد المياه، حصاد المياه ممكن يساعد فيني انه ري المزروعات العلفية اللي بيستخدمها لتربية الحيوانات. فبينتج عندي هون مشاريع كمان مرتبطة، كلها مترابطة مع بعضها، مشاريع خضراء. فممكن كمان اعتمد على نفس المياه مثلا، مو بس لتربية الماعز، كثير مهم بالكويت هيدا الأنواع عندهم، يتواجد عندهم هيدا النشاط. هذا الحكي يعني أنا مشاريعي كلها ممكن تكون مترابطة مع بعضها. من السكيل الإقليمي أنا بطلع وبعدين بنزل بعدين على المحلي، وقتها بعمل أنا شيء اسمه خارطة استثمارية مكانية، وممكن وين هون ولد شيء إني أنا وجه الريادي اختيار هاي المشاريع. تمام، واضح؟ ما في حش مشكلة أستاذ؟ تمام، واضح تماما، واضح. شكرا صوتي لو جزيلا سمحت أستاذ كان مهر. واصل؟ نعم، واصل ومسموع. حتى احنا كنا حابين نعرض الأفكار بفترة عرض المشاكل البيئية للكويت والحلول، لكنك يعني كفيتي ووفيتي تمام وشكرا. تمام، بالعكس. واحنا بنحب كمان ندرج تمام اقتراحاتك أو أفكارك في مخرجات هذه الدورة، حتى إسلام. إذا ما عندك مانع. شاء الله. بس آخر بالعكس مشكلة أستاذ، بالعكس موضوع المياه تمام، كثير واضح مهم. تماما. بعد ما أنتج الخارطة الاستثمارية المكانية، يعني آخذ أعلى سمة مكانية لأنا أحقق أعلى إنتاجية وأقل هدر من مواردي، بعدها ممكن أنا أوصل المعلومة المصارف وأعمل مختصرات للمشاريع وحطها عن طريق المصارف، اعمل توصيف مثل ما حكى الدكتور اني انا اعمل هاي البطاقات بس تكون عن طريق المصارف التمويل للمشاريع الصغيره. شكرا كثير. شكرا جزيلا أستاذ مهر. تمام، بنتابع احنا. قيس، تفضل دكتور. طيب، الآن احنا عندنا المرحلة الرابعة والمرحلة الثانية، هم كلهم كنت أقول المهمة، هم كل مراحل تنفيذ المشروع أو تأسيس المشروع هي كلها مراحل مهمة، اللي هي مرحلة التنفيذ. في مرحلة التنفيذ أنا عندي أربع حاجات لازم إن أنا أعتني بيهم، اللي هي إعداد خطة تنفيذية، إن أنا توفير الموارد المالية، وإن أنا أعد خارطة الطريق للعمل، ويكون عندي خطة للتشغيل والإدارة. بس للتذكير يا جماعة، لما كنت بتكلم على مربع الأنشطة، لو أنا فتحت هنا، لو رجعت بالذاكرة حضراتكم وأنا بتكلم عن نموذج العمل، فكنت بقول لحضراتكم ان في نموذج العمل في حاجه اسمها الانشطه الرئيسيه، وانا بكتب الانشطه الرئيسيه هنا هتنعكس معايا تلقائيا وانا بعد خطه التنفيذ. في خطه التنفيذ انا لازم ان انا اهتم بحاجات محدده جدا جدا، حابب ان انا اقولها لكم. اولا تكلفه التاسيس، يعني خلينا نقول انه وانا بكتب خطه مرحله التنفيذ بتكلم عن اعداد الخطه التنفيذيه، توفير الموارد الماليه، احط خارطه الطريق، واحط خطه للتنفيذ والتشغيل. وانا بكتب خطه التنفيذيه براعي فيها الامور الماليه بشكل اساسي. الامور الماليه لازم ان انا اعمل تكلفه التاسيس، اعمل فيها تكلفه التشغيل. في ناس كثيره يا جماعه انا قابلتهم وبدوس لكم على الكلام ده وخليكم فاكرينه، بيهتم بتكلفه التاسيس وبتجاهل تكلفه التشغيل على اعتبار ان هو سهل يحصلها من المصارف. وهي الحقيقه البنوك عندها فعلا برنامج لتمويل راس المال العامل، لكن ضمن شروط معينه في الغالب بتكون الشروط دي مختلفه، بتختلف على رياد الاعمال. بعد ما بعملهم بعمل حاجه بيسموها القوائم الماليه، الثلاث قوائم ماليه، قائمه الدخل، قائمه التدفقات النقديه، والميزانيه. وكذلك بعمل المؤشرات الاقتصاديه للمشروع الخاص بي. باختصار طبعا الكلام ده هو كلام مالي، يعني في صعوبه ان احنا نستطرد
الو صوت موجود؟ صوت نعم قطع؟ اجلس اجلس رجع. دكتور. رجع. يعني هو في، لكن يعني في عناصر معينه لازم ان انا اراعيها وانا بشتغل على مشروعي، واهم ان انا ممكن هنا في المرحله دي احتاج ان انا استعين بمحاسب او بحد صاحب خبره في مجال المالي، في ازاي ان انا احدد ايه هي تكاليف التاسيس، ايه هي تكاليف التشغيل كمان مره بقولهم، وبعدين ان انا اقيم خلينا نسميها المؤشرات الاقتصاديه للمشروع، امتى نقطه التعادل بتاعت المشروع، ازاي هسعر الخدمه بتاعتي اللي انا هقدمها للزبون. خليني اشارككم الشاشه دي برضو مفيده ان انا اشارككم فيها. هنا انا كنت بقرا لكم امتى ازاي احسب نقطه التعادل، ازاي احسب التكاليف واحللها اقسمها لعناصر بحيث اعرف مراكز التكلفه عندي فين. بيسموه تحليل هامش الربح، ازاي كم هامش ربحي انا ما بين تكلفه التشغيل، تكلفه التشغيل وتكلفه البيع مثلا، كم الهامش ده بحيث احافظ عليه دائما بربح. ازاي هسعر خدمتي؟ هل انا هشتغل على استراتيجيه السعر القاشط ان انا بدي سعر كويس فمحتاج ابيع كتير، ولا هشتغل على ان انا ببيع للاليت بيبل او الناس يعني المستوى العالي اجتماعيا، فانا بالطريقه دي ببيع بسعر غالي بس ببيع لفئه قليله من المجتمع. من النقاط المهمه اللي لازم اهتم بيها مصادر التمويل للمشروع بتاعي، وفي عده وسائل للتمويل، يعني هي ليست وسيله واحده، احنا بنتكلم على 4 وسائل ذكرهم الكتاب يعني او المرجع الوسيله اللي احنا استخدمتها في تلخيص الدوره. واحد منها اللي هو التمويل الذاتي، ان انا شخصيا بمول نفسي، ده رقم التمويل، المصدر رقم صفر. لو واحد ما عندوش مصدر تمويل، في حاجه بيسموه التمويل الشعبي او التمويل الجماعي، ان بيقوم عدد من الناس، في حتى منصات جاهزه يا جماعه زي مثلا دومال، منصه دومال منصه للتمويل الجماعي، ان انا بيكون عندي فكره وبدخل على منصة زمال وبحط الفكرة دي، ومجموعة من الناس ممكن تكون أكثر من 10,000 واحد، كل واحد بيدفع لي دولار، فبجمع 10,000 دولار، وبيكون ليهم هم زي إيكويتي أو زي ملكية في المشروع أو زي ريورد أو مكافأة نظير إن هم ساعدوني في المشروع. عملية التمويل الجماعي عملية عجيبة ولطيفة ونتائجها مش بطالة، يعني في النهاية ممكن إن أنت تحقق منها نتيجة إنك تجمع رأس مال لمشروع. البنوك والقروض الصغيرة والشركاء الماليين، ان انت بتقنع شريك ليك ان هو يشاركك، ولكن صديق او العائله، واحد من العائله او مجموعه اصدقاء او ناس تعرفت عليهم في مكان العباده او المسجد وهكذا. اللي عايز اقوله ان ممكن تحصل شريك ممول. الشريك الممول، انت بتكون شريك ممول لمشروعك، هو بيكون شريكك الممول، وانت بتكون الشريك المدير. بالإضافة للبنوك الاجتماعية، في بعض البنوك الاجتماعية بيكون هدفها التنمية من الدرجة الأولى، وفي عدد من برامج التمويل داخل بعض البنوك يعني كذلك، يعني في عدد من يعني بمعنى إن في مثلا قروض خضراء في بعض الدول العربية بدعم من جيف اللي هي جلوبال انفايرمنتال فاند. الجيف احنا هنتكلم عن التمويل الأخضر بعد شوية، بس جيف مثلا بيمول بعض القروض الخضراء في بعض الدول منها الأردن مثلا. فجف بيمول المشروع ده ليه؟ بهدف ان هو بيدعم الناس اللي بتشتري اي حاجه صديقه للبيئه، فبيكون نسبه الربح بتاعت البنك اقل جدا، وبيكون فتره السماح عاليه، وبيكون في تسهيلات لا توصف لاي واحد بيشتري منتجات صديقه للبيئه او بيأسس مشروع صديق للبيئه. وانا هنا ممكن استفيد منها على الجهتين، يعني انا كريادي اعمال ممكن ان انا انتج منتج وببيعه كاش للبنك، والبنك بيقسطه للزبون، يعني انا ممكن استفيد في مرحله التاسيس وممكن استفيد في مرحله البيع، ان انا بعمل زي علاقه ان انا بكون مسجل لدى البنك كمورد لخدمه او منتج صديق للبيع، لان هو في النهايه البنك عايز ناس، يعني انا عندي قرض صديق للبيئه، قرض اخضر ماشي امين، بس ما فيش ولا منتج ولا مؤدي خدمه صديق للبيئه اصلا في الاردن مثلا، فانا الحقيقه بقى في عندي السايكل او الدوره مش كامله، فالدوره بتكمل من خلال ان يكون في عدد من موردين الخضر او بيقدموا خدمه صديقه للبيئه للمجتمع. من الحاجات المهمه لازم احضر الامور القانونيه، اختار الشكل القانوني الانسب للمشروع، هل انا هشتغل مؤسسه فرديه؟ هل اشتغل شركه ذات مسؤوليه محدوده؟ هل هاسس شركه مساهمه مثلا؟ كل الحاجات دي محتاج ان انا استشير فيها محامي. الحقيقه هو الموضوع ده يعني انا يعني وقت الدوره الحقيقه ضيق شويه، عندي فيه استطرادات كتيره،
لكن انا بختار بناء على عوامل كثيره. ممكن في الغالب اسهل اختصار للموضوع ده ان حضرتك تستشير محامي، لكن اذا انا موضوع له علاقه بالنمو، اذا انا والله بتامل ان الشركه دي تكبر وتنمو وتبقى اقليميه او عالميه، فانا من الذكاء ان انا اسسها شركه ذات مسؤوليه محدوده او مساهمه. في الحاله دي فرصتي انها تكبر وتتضخم افضل من فرصتها انها تكون مؤسسه فرديه. علشان يعني هو احنا نرجع لنقطه التخطيط، ان انا في مرحله التخطيط، فمن الذكاء ان انا اختار الكيان اللي يستوعبني مش يخنقني يعني. بالاضافه ان الشركات ذات المسؤوليه المحدوده والشركات المساهمه بالاضافه الى ذلك بتتسع لخيارات ليها علاقه باحجام الاموال اللي بتدخل عليها وحجم المبيعات وكذلك يعني البنوك بتمول شركات ذات مسؤوليه محدوده ومساهمه، وما بتمولش مثلا شركات افراد وشركات في مؤسسات فرديه. كل دي عناصر يعني، بس بشكل سريع انا بحاول امر بشكل سريع على ايه الامور القانونيه اللي لازم اراعيها انا كريادي اعمال، ان انا اقلل المخاطر القانونيه المحيطه بالمشروع. لو تفتكروا احنا حللنا تحليل بيستل، ففي تحليل بيستل فيه الجوانب القانونيه كذلك، فانا لازم ان انا اراعي كل الجوانب القانونيه اللي انا تفيد المشروع مش تضره لا قدر الله. النقطه الرابعه في عمليه التنفيذ ان انا احط خارطه الطريق. انا واقف هنا، مساء الخير يا جماعه، انا واقف هنا، انا اسمي ابراهيم واقف هنا في يوم 16/6/2021 واقف هنا. فانا شايف نفسي في يوم 16/6/2025 ولا 2026 شايف نفسي هنا، فلازم ان انا ارسم زي خريطه. الخريطه دي ايه النقاط اللي انا همشي فيها، المراحل اللي همشي فيها، بحيث ان انا احافظ على المشروع وان انا اوصل لرؤيتي، ان انا اتحول من مجرد رؤيه، من مجرد كلام مكتوب على الورق لامر واقع. ارسمها بشكل تفصيلي، مثلا السنه الاولى هعمل ايه، السنه الثانيه هعمل ايه، في السنه الاولى هنتج بطاقه انتاجيه كم. ببدا ان انا احط زي هدايات او زي جايد لاينز يعني، او ارشادات ازاي همشي الطريق. عمليه بس للتذكير يا جماعه، كمان مره بكتب سنه وبكتب 3 سنين، بكتب سنه وبكتب 3 سنين للتذكير يا جماعه. عايز افكركم في الحته دي بكلمتي، ان الناس اللي عندها خطط جاهزه، الناس اللي عندها خطط جاهزه الحقيقه استفادت منها اكثر من الناس للاسف اللي ما كانش عندها خطه جاهزه. ده يعني كان يعني خطه، اقصد مكتوبه، سامحوني، خطه مكتوبه. الاشخاص اللي كان عندهم خطه مكتوبه استفادوا منها اكثر من الناس اللي ما كانش عندهم خطه مكتوبه. فانا بكتب زي نموذج وبكتب بسرد السرديات ازاي وهدايات واشارات وتوجيهات لنفسي للسنه الاولى، بكتب اشارات وتوجيهات لنفسي في ال3 سنين اللي بعد المشروع. طيب النقطة اللي بعدها بحط خطة للتشغيل والإدارة، بمعنى إن أنا بحضر خطتي إزاي هشغل الشركة، إزاي هوزع المهام. هرجع كمان مرة لقصة الأهداف، برجع بجيب الأهداف، بحط وسائلي على الأرض، ببدأ إن أنا أطلع الوسائل اللي هستخدمها، وببدأ أختبر الوسائل دي قد إيه هي فعالة، وبعدين بشوف الوسائل دي إيه هي احتياجاتها. هل أنا هعمل ترويج عن طريق الانترنت؟ طب انا الانترنت عندي محتاج سرعه انترنت بالشكل الفلاني. هبدا ان انا انتج، فانا محتاج انتج سماد، فمحتاج مكن لانتاج السماد، ومحتاج خط للتعبئه. ممكن في مرحله ما في السنه الاولى انا هبيع سايب، اذا مر عليكم تعبير السايب او الحلل، ببيع المنتج سايب في المرحله الاولى، وفي المرحله الثانيه هجيب خط التعبئه، في المرحله الثالثه هوصل اخلي الزبون يجي يشتري من عندي، بس في المرحله الرابعه انا هوصل للزبون. ففي المرحلة دي أنا محتاج وسائل نقل. اللي بتكلم فيه ده إن أنا بوزع مراحل المشروع، بقسم المشروع كمسؤوليات، مين المفروض يعمل إيه، مين هيعمل إيه، أنا هقوم بالدور ده. إذا أنا المشروع هيعتمد عليا لوحدي، فأنا في مرحلة منه مثلا في الشهر الأول أو في السنة الأولى هيعتمد عليا، فلازم أكون مقسم المسؤوليات ومقسم الأدوار وجداول الأعمال، بحيث إن أنا على الأقل أبقى عارف الأطر الزمنية اللي أنا ماشي جواها. بعد فترة معينة بفوض الصلاحيات والمسؤوليات دي، بفوضها لأشخاص آخرين، وأنا مدرك إزاي إن أنا إزاي عملية التفويض تمت بنجاح وبذكاء.
مخطط الإدارة بيتقسم لصلاحيات وأدوار وأطر زمنية بيتم فيها ضمن أهداف المؤسسة. خليكم فاكرين يا جماعة في أحسن تعريف للإدارة، خليني أحطه لكم على اللوحة. أنا عندي تعريف جميل للإدارة، عندي دورة تانية في إدارة الأعمال هستخدم فيه لوحة جميلة كده أجيب لكم أشهر وأجمل تعريف الإدارة. دي الإدارة في لوحة واحدة، إذا مش عارف إيه اللي ظهر قدامكم، دي الإدارة في لوحة واحدة. الإدارة هي تحقيق أهداف المؤسسة باستخدام مواردها من خلال التخطيط والتوجيه والتنظيم والرقابة. الإدارة هي تحقيق أهداف المؤسسة من خلال مواردها باستخدام مواردها من خلال التخطيط والتوجيه والتنظيم والرقابة. ده يمكن تعريف الإدارة في لوحة واحدة يعني، طبعا والإدارة بيتعاطى فيها يعني دورة لوحدها، لكن اللي بقوله إن أنت بتبقى عامل خطة لإدارة المؤسسة بتاعتك، لإدارة الموارد، لإدارة البشر اللي جوه الشركة، لإدارة رأس المال اللي جوه الشركة. لسه النهاردة كان معايا صديقي يعني، فبنتكلم فجبنا سيرة واحد من أصدقائنا المشتركين فين أيامه، فهو الحقيقة يعني قال لي أحزنني عليه إن هو صديقه ده بكل أسف إن هو كان عنده تمويل من أحد الأشخاص، وإن هو ما قدرش التمويل ده بشكل جيد، وإن هو بكل أسف غلط في غلطة بيغلط فيها كثير من رياديين الأعمال وكثير من رياديين الأعمال الخضر. هو بيشتغل في تحلية المياه في دولة يعني خليجية مش الكويت يعني. إن هو الحقيقة اشترى مواد راكدة، عنده رواكد، عنده 3 مخازن مليانة رواكد، فكل ده تسبب في مشكلة ما بينه وما بين الشريك الممول. فخطة المشتريات، خطة المبيعات، وخطة لإدارة البشر والموظفين من أهم الوسائل أو من أهم الاحتياجات في مرحلة التنظيم أو تنفيذ المشروع بتاعه. وأنا في مرحلة التنفيذ بدخل في مرحلة اللي هي مرحلة التصميم، إن أنا بصمم مشروعي بطريقة صديقة للبيئة، بركز على الخامات اللي أنا محتاجها، بختار خامات صديقة للبيئة، بختار مواقع موارد تكون ما فيهاش ضرر على البيئة، بتكون في أماكن لا هي بتضر البيئة ولا البيئة بتضرها، بكتب كميات وأوزان بحيث إن أنا والله بستخدم الكميات والأوزان الأنسب والأفضل والصديقة للبيئة. كمان مرة بستخدم مثلا مواد معاد تدويرها لو قدرت، أو حاجات بعد استخدامها سهل إعادة تدويرها. أنا خليني أضرب لكم مثال بالبايو بلاستيك. كمان مرة البايو بلاستيك من المواد اللي هي بعد استخدامها بتتحلل في التربة وبتتحول إلى سماد، فأنا بنتج منتج بعد استخدامه بيتحول لسماد، اللي هو حاجة جميلة جدا. بالإضافة إن أنا إيه المواد العضوية القابلة للتجدد والتسميد مرة أخرى، إيه المواد اللي أنا بستخدمها في قابلية إن هي يعاد استخدامها ويعاد الاستفادة منها مرة أخرى. هنا دي يمكن بطاقة، بس بسأل أسئلة، هل المنتج بتاعي خامة واحدة ولا مجموعة خامات؟ هل سهل فصلها ولا مش سهل؟ يعني إحنا يا جماعة لما نتكلم على علبة التترا باك، علبة التترا باك صعب تدويرها، اللي بتحط فيها اللبن والعصير والحليب وكده، مشكلتها إنها عبارة عن 5 6 مكونات، ورق وجزئية قصدير أو معدن وبلاستيك، فلما تيجي تعمل لها تدوير إزاي دي أصلاً؟ يعني محتاجة إجراء قبل عملية التدوير. بالاضافه ان هي بتكون من جوه باقي فيها بواقي عصير وكذا، وحصل لها تخمر لما اترمت، فكل ده انا محتاج ان انا يكون عندي فهم ليه في المنتج او الخدمه بتاعتي. هل اقدر اخفف الخامات دي ولا لا؟ دي من الحاجات اللطيفه. هل هناك اي معلومات عن الاداء البيئي للخامات والاجراءات المستخدمه خلال عمرها الافتراضي؟ دي من الامور اللي انا تستحق ان انا اهتم بيها. من الحاجات المهمه كذلك ان انا لازم اهتم بيها، هل الخامات دي انا محتاجه منتشره في الاقليم؟ موجوده مثلا في مصر وموجوده في الاقليم بتاعي، بروح اجيبها من المغرب ولا بجيبها من مصر؟ فاذا انا بعمل لها عمليه استيراد ده كله يعني شيء مش مرغوب في مرحله ما اذا انا عايز مشروع يكون صديق للبيئه. هل توريد المواد ده يحتاج لطريقه مستدامه، يعني بصرف عليه مصاريف زياده بحيث انه يتسبب في زياده بصمه الكربون بتاعتي؟ هل يوجد موردين مثلا في حدود 150 كيلو متر مربع او 150 كيلو على في اقرب 150 كيلو مثلا، بحيث ان انا ما اصرفش مصاريف زياده واسبب فيه بصمه كربون زايده. الاوزان والكميات اللي بستخدمها من المواد، كل ما انا كان عندي قدره ان انا استخدم اوزان وكميات اقل، كل ما كانت الفايده من المشروع كل ما كانت افضل يعني.
هل المنتج ده يعني في بدائل عنه؟ هل اقدر استخدم الازاز مكان البلاستيك، الازاز مكان العبوات الورق؟ هل المواد بتاعتي دي سهل واعاده تدويرها ولا لا؟ كل ده انا بحتاج اسال اسئله لنفسي في بطاقه التصميم دي بستخدمها، دي كلها نماذج جاهزه انا بستخدمها في مرحله. احنا في مرحله ايه يا جماعه؟ سؤال مهم جدا. طبعا انا عارف هي ايه مرحله ايه، احنا في مرحله ايه؟ إذا في حد من الحضور بحب يشاركنا. سؤال مفاجئ ده خارج المنهج. يلا احنا في مرحلة ايه يا جماعة؟ وانا عارف طبعا، ولا انا المفروض اكون عارف؟ انا المفروض اكون عارف طبعا. مرحلة التنفيذ من طب الأستاذ. الحمد لله، طيب الحمد لله. وانا في مرحلة التنفيذ لازم ان انا اكون مدرك كل عناصر البنك، يكون عندي بطاقاتي، كمان مرة البطاقات، بستخدم بطاقات التنفيذ او والتصميم الصديق للبيئة. المرحلة الاولى احط كل الخامات وكل الموارد اللي انا محتاجها، مواقع الموارد، الكميات اللي محتاجها والاوزان، هل الخامات دي صديقه للبيئه ويعاد تدويرها ولا لا، وايه الموارد اللي عضويه اذا في اي موارد عضويه. في المرحله الثانيه بسال عليها اسئله، هل هي قابله للتدوير ولا لا، من غير ما اعيد الاسئله. في المرحله الثالثه بحط استراتيجيتي ازاي ان انا احسن النتائج دي. يعني هو انا ما عنديش، خلينا نقول الامور مش حديه، مش حديه، مش يس ونو زيرو وان زي العمليه الديجيتال، لا احنا بنتكلم على عمليه ان انا اكتشفت ان الماده دي صعب تدويرها فبختار ماده اخرى سهل تدويرها مثلا، كويس، بختار الماده السهل تدويرها اذا انا اكتشفت ان الماده اللي انا هستخدمها ماده غير قابلة للتدوير. لو انا موقع المواد بعيد عن محل العمل، بختار موقع قريب للعمل. يعني انا لو هعمل حاجة، في حد من الحضور الرائعين اتكلم عن مخلفات المصائد وادوات الصيد، فقدرت اني انا اروح افتح المشروع ده، ها المينا، انا هعمل المشروع ده وليكن مينا مثلا، مينا اسكندريه، فانا هفتح المشروع في اسوان، طبعا اسكندريه في شمال مصر واسوان في جنوب مصر، فطبعا ده ليس من الذكاء ان انا والله انقل المواد على 400 كيلو مثلا بطول مصر مواد هي مخلفات، لكن ذكاء ان انا هروح في شمال مصر في اسكندريه او في منطقه قريبه من اسكندريه واسس مشروع لتدوير مخلفات المصائد ومعدات الصيد مثلا. ده من الحاجات المهمه اللي انا لازم افهمها وانا بعمل تصميم صديق للبيئه لمنتجي. فهو في النهايه احنا مش بنتكلم على امور حديه ان انا والله اما انا واما الاخر، لا، انا بحاول ازاي احط استراتيجيات ووسائل وافكار توصلني ان انا احسن النتائج اللي انا عايز اوصل لها. الاوزان نفس الكلام، والكميات اللي بستخدمها نفس الكلام ينطبق عليها. طيب الآن إحنا هنروح لمرحلة آخر مرحلة في تأسيس المشروع الأخضر الصديق للبيئة، اللي هي مرحلة القياس والتحسين والتطوير. في هذه المرحلة أنا هعمل قراءة للمخرجات اللي حصلت معايا خلال الفترة، خلال السنة الأولى مثلا كفترة عمر المشروع. وإيه ده؟ حلو. في المرحلة وبقيس الأثر الناتج للمشروع بتاعي، أثره على المجتمع وأثره على البيئة، بعمل قياس من خلال بطريقة غير قفل الشير ليه؟ يا أبويا. أوكي، بقيس الأثر على البيئة وعلى المجتمع، وبعدين بيكون عندي مؤشرات الأداء العام للمشروع، وبعدين بعمل مؤشرات الأداء البيئي للمشروع، وأخير وبعدين مؤشرات الأداء الاجتماعي، واخيرا وليس اخرا وسائل التحسين المستمر للمشروع. بعد ما انا كتبت وحضرت مشروعي بشكل محترف، طبيعي ان انا اعمل بطريقه الايزو او بطريقه الـ بطريقه معلش دكتور، ناخذ كم تعليق من الحضور لو يلا سمحت. تفضل. في عندنا من الاستاذه حوريه تقول أن مرحلة التنفيذ تسبق مرحلة الاستغلال، الموقع هو المفتاح الكلي لأي مشروع، الموقع هو النقطة المركزية لمحاور المشروع. ومن الأستاذة مها عندنا كمان نظرية الموقع هي الأساس في توطين
مشاريع. جميل 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 جدا، عافية عليك. هو يعني هو العبره ان انا بس عايز اكد على نقطه يا جماعه، ان في ناس بتتعامل مع المشاريع بقى ساعات بسذاجه، فهو بيقول لك انا عايز افتح مشروع جنب بيتي، انا ساكن في اسوان، اسوان جنوب مصر، وانا حابب افتح مشروع جنب بيتي، طب هتعمل ايه؟ هعمل تدوير لمخلفات المصائد. طب مخلفات المصائد موجوده كلها في بحار الشمال يعني، او البحار اللي في الشمال، البحر الاحمر، البحر المتوسط. فهو بيكون في بعض السذاجه في التصرف، انه بيفتح المشروع وبيبدا يصرف عليه ويتفاجأ ان هو كان المفروض يعمله قريب من المصائد، قريب من المصائد اللي موجوده في اسكندريه وبورسعيد اللي هي البحر الاحمر والبحر المتوسط. يعني انا عندي مشروع مثلا ليه علاقه بالصيد كمان مره، فالطبيعي ان انا افتحه في اللاذقيه. اذا بنتكلم على سوريا مثلا، مش ان انا والله اروح افتحه في الداخل السوري مثلا، بعيد خالص عن بعيد عن المصائد. اذا انا كلام مظبوط ان اللاذقيه فيها بيتم فيها الصيد او لا، او طرطوس او مين، هو اللي انا بتكلم فيه ده، ان انا هحط مشروعي فين، ما اكونش انا مبني على ان انا والله خلاص انا ساكن في درعا واعمل مشروع في درعا وبنقل الماده، المنتج بتاعي، سواء المنتج بتاعي او الخامه، بنقلها من والى المكان. حاب اقول لكم في سياق حديثنا عن والله يعني في حاجات لطيفه هنا، بس حاب ان انا اقول لكم ان احنا الف ب في التعامل مع قياس الاثر، ان احنا دائما ابدا الانسان، معلش هو ليمبي، الانسان اللي هو الساعي الريادي الساعي نحو التطوير وكده، هو بيعمل فعل، بيكون عنده فعل، وبيكون عنده، خلينا اوريها لكم، بيكون عنده زي فعل، وبعدين بيكشف او بيفحص الفعل بتاعه ده، وبعدين بيعمل العمل بتاعه، فبيكون النتيجه ان هو بيطور بشكل دائم، يكون عنده سيكل كامله، ان انا والله بقدم خدمه للزبون، باخد تغذيه راجعه من الزبون او العميل، بكتشف والله رضا، مستوى رضاه عن العمل والخدمه اللي انا قدمتها له. اذا كان العمل ده كويس، فببدا ان انا بقدم الخدمه كمان مره، وهكذا. في انا دائما في عمليه تطوير مستمر، وده المفهوم البسيط لمفهوم البسيط جدا لمفهوم اداره الجوده، او اللي هي اسهل واشهر شهاده فيها الايزو. وانا بعمل عمليه القياس والتحسين والتطوير، انا محتاج اقرا المخرجات المشروع بتاعي، من خلال ان انا بيكون عندي كمان مره بطاقات، البطاقات دي بقيم فيها، بكتب فيها النتائج اللي انا توصلت لها اثناء عملي. وانا بعد ما عدينا مرحله التنفيذ واكتشفنا والله ان الزبون، العميل، والله بيقول ايه على الخدمه، بيقول ايه على المنتج. طيب احنا عايز اجيب لكم بس حاله دراسيه تستحق اهتمامكم. ده تمرين اهو. بين ال اوكي 37 بعمل مؤشرات للمشروع، بعمل قائمة بمؤشرات المشروع بتاعي، وليكن مثلا بكتب كتابة، بكتب صياغة ازاي ان انا مشروعي ده بكون راضي عنه، بحط زي مؤشرات أداء ومؤشرات أداء بيئية، بعمل زي بطاقة بكتب فيها ان انا مشروعي ده عشان يكون ناجح، ان هو مثلا، خليني اقول لكم، ان هو يبيع 20 بيعة 20,000 طن سماد سنويا. خلينا نتكلم بمنطق مشروع الهدر المياه، تقليل هدر المياه، تقليل هدر المياه بمقدار 5 مليون متر مكعب سنويا. فبيكون عندي مؤشرات لعموم المشروع، وبيكون عندي مؤشرات بيئية خاصة بالمشروع. من الأمور المهمة جدا اللي أنا لازم أراعيها وأنا بهتم في عملية التحسين والتطوير، في قاعدة أصيلة في عملية التحسين والتطوير، في قاعدة أصيلة بيقول لك كيف أن تستطيع أن تطور إذا كنت لا تستطيع أن تقيس. يجب ان انا يكون عندي طريقه للقياس. وحابب اقول لكم على مثال كان حديث بيدور بيني وبين صديقي النهارده، فكنت بقول له ان انا اختلفت مع احد الشركاء في السعوديه بسبب الجزئيه دي. كنا بنتكلم على موضوع معين، فبقول له خلينا نفترض ان احنا هننجز فيه 100,000 يونت، 100,000 وحده انتاج.
فبيقول لي انا مش مستعد التزم ولا ريال. قلت له طيب اذا مش مستعد تلتزم انا مش مستعد ان انا ادخل معاك في مشروع. فقلت له خلينا نحطها 100,000 ريال. فقال لي لا. قلت له طب 10,000 ريال. قال لي قلت له طب 1,000 ريال. قال لي ولا مستعد التزم بريال. فكانت المشكله اللي بينه وما بينه ايه يا جماعه؟ ان انا عايز نقطه قياس، عايز مؤشر قياس ان احنا هنا كده، هنا كده ده الخط اللي احنا عايزين نوصل له. فاذا احنا وصلنا للخط ده يبقى احنا وصلنا ل 100%، اقل منه يبقى احنا اقل من المستهدف، اعلى منه خير وبركه. فانا كنت عايز وسيله قياس. احنا هو الحقيقه رفض تماما من واقع ان هو مش حابب يلتزم. والحقيقه انا يعني ما حبيتش ان انا احترمت نفسي واحترمت علاقتي بيه ان انا ما ادخلش معاه في اتفاق يكون محصلته ان احنا في يوم من الايام هنختلف. بس العبره في الموضوع ان احنا لازم يكون عندنا وسيله قياس. وسيله القياس الافضل هي الكي بي ايز والكي بي اوز او مؤشرات الاداء. سواء بحط مؤشرات اداء لعموم المشروع وبحط مؤشرات اداء لخصوص الجانب البيئي، بحط مؤشرات اداء لعموم المشروع ومؤشرات اداء لخصوص الجانب البيئي بالاضافه الى مؤشرات اداء لخصوص الموضوع الاجتماعي، الاداء الاجتماعي. وليكن انا كنت مستهدف ان انا اوظف، ان انا اقلل البطاله، فهل حصل ولا ما حصلش؟ وبناء عليه بحط قائمه ب، بحط قائمه ب وسائل التحسين المرتقبه. خلينا ارجع واقول لكم يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم، في مشروع الاخضر يمر بخمس مراحل. المرحله الاولى هي مرحله التخطيط والتقدير، تليها مرحله البناء وهي تقريبا اعداد نموذج العمل، وتليها مرحله الاختبار وانزالها على الواقع يعني، ثم مرحله التنفيذ، خلينا نقول ده التجربه، الاختبار والتجربه، ثم مرحله التنفيذ، واخيرا مرحله القياس والتحسين. احنا مشينا في رحله طويله من مرحله ان انا كنت بفكر في المشروع، بولد افكار جيده للمشروع الجيد، وبعدين بحلل الظروف المحيطه بيا، بحط اهدافي، اتفقنا اين تولد الافكار الجيده، بتولد من التحديات، ازاي اصيغ الفكره بطريقه يفهمها الاطراف، ماذا اقدم، لمن اقدم، والفكره الاجماليه للمشروع او الاوليه. اخذنا افكار رائعه من الدكتوره حوريه ومن الزملاء. بعدين بتذكر الاطار او الظرف العام، الظروف المحيطه بالمشروع، بحلل تحليل بيستل، بعدين بحط كل العناصر دي بحطها في ورقه واحده عباره عن المشكلات والتحديات التي تحيط بالفئه المستهدفه، وبحط اهداف مشروعي. واتكلمنا عن صياغه الاهداف وقوه الاهداف، واتكلمنا ان انا بحط رؤيه ورساله او مهمه بيسموها، وادرس العالم المحيط. لازم اكون دارس دوافعي، عباره دوافعي دي عباره عن حوافز شخصيه ومهنيه، تحديات بيئيه واحتياجات للسوق، لازم ما اغفلش احتياجات السوق، اكون دارس السياق العام للمشروع، اوضع اهدافي بطريقه صحيحه، احول المشكلات والتحديات الى اهداف، بحط رؤيه ورساله، بعدين ببني المشروع بتاعي بتسع عناصر مهمين اللي احنا اتكلمنا عنهم بشكل واضح واستفاضه بما يعني يرضي. بعدين بروح لمرحله الاختبار بطريقه اختبر واجرب المنتج على الزبون واشوف قد ايه هو راضي عنه، بحط فرضيات، بعتمد نتائج الاختبارات دي، برتقي شويه شويه بالمنتج بتاعي، وبسجل كل ذلك. التسجيل يا جماعه التوثيق من افضل الوسائل التي تقوي المشاريع الرياديه والمشاريع الناشئه. تليها مرحله التنفيذ، بحط خطه للاداره، بهتم بموضوع توفير الموارد الماليه سواء من بنوك، من ممولين اشخاص، او من تمويل جماعي، او من تمويل أو بنوك خضراء. بحط خارطه عمل، اين انا واين اريد ان اذهب، وبعدين بحط محطات بحيث ان انا في كل مره بقدر ان انا اتاكد ان انا بحط رجلي في مكان صحيح، مش بحط رجلي في فراغ. بحط خطه اداره، وفي خطتي للاداره بيكون فيها مهام ومسؤوليات وادوار للناس، بحيث ان انا سهل ان انا افوض الناس عندي. في المرحله الاخيره للمشروع ان انا بعمل عمليه قياس وتحسين وتطوير بشكل دائم، بحط مؤشرات اداء لعموم المشروع، وبحط هو ليه بحط مؤشرات اداء لعموم المشروع، ومؤشرات اداء بيئيه، ومؤشرات اداء اجتماعيه، وبعدين بحط زي جايد لاينز او جايد لاينز زي ارشادات لوسائل التحسين الدائم.
دكتور شكرا، شكرا على تلخيص المراحل. لو ممكن بس بآخر 5 دقائق لنا قبل الانتقال إلى كلمة النهاء مع الدكتور أحمد، ممكن لو أوجه لك سؤال من المشاركين. في عنا سؤال من الأستاذة حورية، ممكن كمان صيغه بأي مرحلة، ألا وهي: هل يتم، في عنا سؤالين، هل يتم إدخال عنصر الأمن والاستقرار في مرحلة التنفيذ لإنجاز المشروع؟ أول سؤال. في ثاني سؤال: كيف يكون اختيارنا في إنجاز المشروع من ناحية التملك؟ حلو جدا. النقطة الأولانية هي وأنا في مرحلة تحليل البيئة، الظروف المحيطة، أنا لازم أحلل النقطة دي. هي بتندرج جوه الجانب إلى حد ما السياسي، إن أنا أكون بقيم عملية الأمن والمحافظة على سلامة المشروع، بيكون في مرحلة دراسة الظروف المحيطة، تحليل الظروف المحيطة. السؤال التاني نسيته، معلش. تمام، شكرا دكتور. وبالنسبة للسؤال الثاني اللي هو: كيف يكون اختيارنا في إنجاز المشروع من ناحية التملك؟ الجزء اللي يخص التملك ليه بعدين، ان انا يفضل ان يكون مشروع مملوك بالكامل وليس مستاجر. لكن اذا يعني في اذا هي في النهايه انا في مرحله الاختبار ممكن اكتفي بالايجار. تمام دكتور. دكتور، بتحب تنهي بمادة معينة أو إشي سريعا جدا؟ انا ممكن احتاج 5 دقائق امر مره سريع كده على بعض العناصر اللي ليها علاقه في الموضوع. تمام، يعني أنا يمكن اتكلمت لو بشكل ممكن باختصار، هايلايتس دكتور لو ما سمحت. هايلايتس، أنا يمكن اتكلمت عن التصميم الأخضر فيما يخص النماذج المستخدمة في عملية التصميم الأخضر، اتكلمت عنها. بس في حاجة اسمها التسويق الأخضر يحتاجها أي رائد أعمال أخضر، وهي إن أنا أراعي المزيج التسويقي الأخضر. والمزيج التسويقي الأخضر، إحنا عارفين المزيج التسويقي، يعني إحنا بنتكلم على حاجتين. في حاجة اسمها المزيج التسويقي اللي هو الفور بيز، اللي هو المنتج والمكان والترويج والسعر. في المزيج التسويقي الأخضر أنا بضيف عليها عناصر أخرى بهدف إن أنا أراعي الظروف المحيطة بالمشروع البيئية والاختبارية. الـ ILO عندها أسبوع أخضر من 2019، عفوا، من 19 ل 23 إبريل من كل سنة، اسمه بتقوم به منظمة الصحة العالمية، اسمه الـ ILO، اسمه أسبوع الأخضر. ده ينصب في مجال التسويق الأخضر. إذا أنا قررت أفتح مشروع صديق للبيئة ومشروع أخضر، فبيكون من الذكاء إن أنا أستغل المناسبات الخضراء دي وأستفيد منها. الأمم المتحدة عندها اليوم العالمي للبيئة، ويمكن جمعية المياه الكويتية احتفلوا بيه احتفال شديد اللهجة، يعني احتفال كان عظيم جدا. يعني أنا أذكر إنه رقم تجاوز 500 من مشارك، يعني بسبب الكورونا كان العمل يعني أونلاين أو افتراضي، لكن أتخيل إنه لو تم بشكل واقعي كان هيكون نفس العدد تقريبا حاضر أو يزيد. يعني مجلس الأبنية الخضراء من المؤسسات ذات الصلة بالعمل وريادة الأعمال والمشاريع الخضراء، والكويت من البلاد الرائدة اللي فيها مجلس أبنية خضراء موفق. يعني ده يعني يمكن حركه، أنا باختصار جبته من على موقع مجلس الأبنية الخضراء، ممكن حركه تاخدوا فكرة عنه كواحد من المؤسسات اللي يلزمها إن أنا أكون عضو فيها إذا أنا قررت أدخل في بزنس وعمل تجاري ومشروع أخضر. ولا يفوتنا طبعا كل الكلام ده بيتكلم عن مجلس الأبنية الخضراء، مش محتاج اتكلم عنه لانه هو موجود على الموقع اختصارا للوقت. يعني قيس بيجري ورايا بعقرب الساعة. حاضر. جمعية المياه الكويتية، من الجيد ان انا كصاحب مشروع اخضر ان انا اكون عضو ولي علاقة مباشرة بجمعية المياه الكويتية، يعني. وده طبعا شعارها، وده طبعا يعني لفيف من المؤسسين ومجلس إدارة الجمعية. وهنا الدكتور احمد، هنا اهو، يعني كان الصوره دي قديمه شويه. الدكتور احمد هو يعني هو شاب يعني. طبعا ده حديث عن جمعيه المياه، ويمكن الدكتور احمد يتكلم عنها. ممكن ينقلنا لكلمة الختام دكتور إذا بتحب. طيب، انا اكتر من دقيقتين، تمام، ما تسمح ليش اقطع عني الخط زي ما بيقول. يعني الشهادات الخضراء، اي حد له علاقه بالرياده الخضراء او المشاريع الصديقه للبيئه لازم ان هو يكون عنده نوع من الاعتماديه. انا همر على اساميهم، وحضراتكم ممكن في النهايه الكلام ده مش هيكفينا، الوقت ده مش هيكفينا.
في شهاده الليد، شهاده الليد اللي هي شهاده الرياده في التصميم والبيئه، في شهاده الاي اس سي، خلينا ناخدهم على طول بدل ما اقراهم، خلينا اخش فيهم على طول. الليد سيرتيفيكت اسمها بالعربي الرياده في تصميم الطاقه والبيئه، هي بتهتم بعناصر معينه المياه والطاقه وتخفيف النفايات للمشاريع بشكل عام. ليها تاريخ عظيم وهكذا، صعب ان انا اكلمه دلوقتي. ودي شهاده الدكتور احمد، هو واحد من الليد سيرتيفايد، واحد من الناس الحاصلين على شهاده الليد، هو واخدها اي بي ان سي. يا دكتور احمد ولا انا غلطان؟ اي بي ان سي. عناصر شهاده عناصر شهاده الليد: توفير الطاقه، كفاءه المياه، تخفيض انبعاثات الكربون، وجوده البيئه الداخليه، والاهتمام بالموارد، والحساسيه لتاثيرات الموارد. في شهاده الاي اس سي، انا يمكن كواحد بشتغل في البايو ديزل، الشهاده دي بتهمنا جدا، اللي هي ليها علاقه شهاده استدامه الاستدامه وتخفيف انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. شهاده برضو ليها مواصفات معينه وليها متطلبات، ثلاث متطلبات يعني، ممكن حركوا ممكن تبحثوا وتدرسوها، بس في النهايه لو انا بشتغل في قطاع معين من الذكاء، ان انا احصل الشهاده اللي بتخليني بتكون لي سمعه تجاريه ممتازه، براندنج، بعمل براندنج لاسمي كمشروع اخضر فعلا. شهاده البي كورب، البي كورب او البي كوربوريشن سيرتيفيكت، برضو من الشهادات المحترمه في مجال الرياده الخضراء، هي بتعنى الاداء البيئي وتقييم معايير الشفافيه في هذا الجانب. في شهاده الانرجي ستار، ما حدش فينا كان عنده كمبيوتر من ايام الشاشه البطيخه الكبيره دي الا كان عليها مكتوب عليها انرجي ستار، ودي كانت نقطه بيع قويه جدا لفيوسونيك، شركه انتاج الشاشات، انها تبيع منتجها كمنتج فيه تخفيض للطاقه. هو بيركز على الحاجات دي، اشهر حاجه لها الشاشات، وطبعا مجففات والغسالات وكده. ده في حد ذاته نقطه ايجابيه، ان انا لو بنتج منتج من المنتجات دي او شبهها، المنتجات اليوميه، ان يكون عليه انرجي ستار. يعني لو حد بينتج حصاده مثلا زراعيه، بحط عليها انرجي ستار، دي طبعا نقطه ايجابيه في حق المنتج والخدمه بتاعته. طبعا ده شكلها، اكيد كلكم حركوا عرفتوا شكلها انرجي ستار، المنظر ده معروف لعيوننا كلنا يعني. في شهادة اليو اس دي اورجانيك، يو اس دي اي اورجانيك، شهادة لها علاقة بجودة التربة وممارسات تربية الحيوانات ومكافحة الحشرات، من الحاجات المفيدة برضو، مش مشهورة كتير. في الريد سيرتيفيكت، من الشهادات الأوروبية المهمة جدا للمصدرين العرب يعني. وفي شهادة السي دبليو اي بي، والدكتور أحمد مشكورا هو اللي قال لي عليها، سيرتيفايد ووتر افشنسي بروفيشنال، من الشهادات اللي ليها قيمة في مجال الناس اللي بتعمل في مجال المياه. الايزو 50001 لها علاقه بالاهتمام باداره الطاقه والمتطلبات، توجيه استخدامها، من افضل الشهادات اللي لها علاقه في المجال، ان انا لو بشتغل مشروع ريادي وصديق للبيئه، ريادي اخضر صديق للبيئه، فمن الذكاء يكون معاه شهاده ال 50001. وبالمناسبه الجمعيه عندها كانه دوره او مقدمه، مش عارف يا دوره يا مقدمه، في ال 50001. وفي شهادة الـ AWWA، برضو من الشهادات، أنا جبت شهادة واحد اللي هي الـ Utility Risk Resilience Certificate، من الشهادات اللي لها علاقة في الموضوع. وأنا خلصت. شكراً.